أشكر دولة السيد نجيب ميقاتي على كلمته، والآن أدعو دولة السيد محمد شايع السوداني رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق لإلقاء كلمته، فليتفضل. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ العزيز صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء للمملكة العربية السعودية الشقيقة، فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو معالي الأمين العام للجامعة العربية، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدءاً اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولي العهد على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وأود أن أثني على أهمية عقد مثل هذه القمة التي تأتي ضمن فهم عميق للساحة الدولية لنتمكن من تبني سياسة خارجية متوازنة وتكاملية تخدم مصالح شعوبنا ودولنا وأمتنا وتعزز الاستقرار والأمن والازدهار. لقد أثبتت السنوات القليلة الماضية والتحديات التي مرت على شعوبنا على صعد الاقتصادية والصحية والسياسية أن الشراكة المسؤولة بين الشعوب والدول والتعاون البيني والنوايا الطيبة تمهد لحلول واقعية لمشاكل قديمة تركت لتتفاقم. من هذا المنطلق فإن العراق يدعم جميع الجهود الرامية لتعزيز علاقات التعاون والصداقة المضطردة بين الدول العربية والصين، إذ نرى في هذه القمة فرصة للتكامل الاقتصادي في منطقتنا من خلال تعزيز التعاون مع الصين والإفادة من الخبرات الصينية في شتى المجالات، دون أن ننسى تجارب مكافحة الفقر والأوبئة وتطوير الزراعة وجهود مكافحة التصحر وغيرها. على الصعيد الثنائي فإن العراق يرتبط مع الصين بعلاقات عريقة أخذت حيزاً متنامياً من الاهتمام والتطور خلال السنوات الماضية على الصعيدين الحكومي والشعبي، وحظيت بروابط وثيقة قائمة على أساس الصداقة والمصالح المشترك والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري. ويتطلع العراق إلى تعزيز الشراكة ضمن مبادرة الحزام والطريق وضمن مجالات الاستثمار والطاقة ومشاريع البنى التحتية. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، مر العراق على مدى نصف قرن بظروف قاهرة دفعته إلى الانشغال وأبعدته عن دوره التاريخي ومهامه، لكننا عازمون على استعادة عافيته ومكانته ودوره، ولن نرضى عن ذلك بدلا. إن خطواتنا في المرحلة القادمة ستركز على جملة مساحات: أولا تطوير الاقتصاد وتوفير الخدمات، وأدعوكم اليوم للانفتاح الاقتصادي على العراق، فهو يمثل بيئة واعدة للاستثمار ويمتلك مقومات نجاح مهمة بشريا وماديا، وأننا نهتم بالتكامل والترابط مع أشقائنا في المنطقة على صعيد البنى التحتية لنقدم أفضل الخدمات لشعوبنا. ثانيا عدم السماح لأن يكون العراق مقرا أو ممرا للاعتداء على دول الجوار، ونرفض في ذات الوقت الاعتداء على أراضينا، وعلى الجميع احترام سيادة العراق. وهنا لا بد من التذكير بما تعرضت له بلادنا من هجمة إرهابية وحشية هددت العالم بأسره، لكن العراقيين وقفوا دفاعاً عن النفس والمنطقة والعالم، وقدمت قواتنا المسلحة بصنوفها كافة تضحيات كبيرة ودماء عزيزة، وتحقق النصر بإذن الله. فاليوم نشكر كل من وقف معنا في محنتنا، ونعرف أن دول المنطقة والعالم لن تنسى معركتنا المشرفة تلك، وستقف معنا في نهضتنا عرفاناً ووفاءً. ثالثاً، أن منطقتنا هي قلب العالم وحلقة الوصل بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، وتحتل منطقتنا مكانة استراتيجية مميزة في مجال الطاقة، والعراق قلب هذه المنطقة تاريخياً وثقافياً، ومن بين أهم الدول المصدرة للنفط في العالم. لذلك فإننا نؤكد حرصنا على استقرار النظام الاقتصادي العالم من خلال دورنا كعضو مؤسس في منظمة أوبك، ونستهدف مع شركائنا تحقيق الاستقرار في إنتاج النفط وأسعاره بما يحقق المصالح المتوازنة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء، ويشجع التنمية المستدامة اقتصادياً وبيئياً. رابعاً،
يعتز العراق بهويته العربية والإسلامية، ولا يفوتنا هنا أن نؤكد أولاً على التزام العراق الثابت والمبدئي ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني ودفاعه عن حقه في دولته الوطنية وعاصمتها القدس. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، العراق أحد أهم ركائز المنطقة منذ آلاف السنين وأهم جسور إدامة الوصل فيها، ومن العراق العريق نمد يد الأخوة إلى أشقائنا وجيراننا وأصدقائنا، ونعتز بعلاقاتنا المنفتحة مع دول الغرب والشرق على أساس المصالح المشتركة. خامساً، نحن متفائلون بمستقبلنا المشترك المشرق وفخورون بإرثنا ومنطقتنا، فاليوم تعقد هذه القمة المهمة ونرحب بالصين الصديقة وفخامة رئيسها هنا في الرياض. واستضافت بغداد قبل أيام منتدى الحضارات العريقة الذي ضم 10 دول من 4 قارات، وتستضيف قطر الشقيقة حالياً نهائيات كأس العالم لكرة القدم بنجاح باهر. وقبل ذلك استضافت مدينة شرم الشيخ في مصر الشقيقة مؤتمر المناخ 2022. كل ذلك يؤكد أن منطقتنا تمثل ثقلاً متزايداً في عالم متغير، ولا بد لنا معاً من صياغة مستقبلنا فيه بما يحقق انفتاحنا الإيجابي على جميع الأصدقاء من ناحية، وإصرارنا على فرض احترام قيمنا وخصوصياتنا من ناحية أخرى. والعراق راغب وكفيل وملزم بأن لا يدخر جهداً للتعاون نحو صياغة نظام إقليمي يؤسس للاستقرار ويمهد للازدهار والتكامل، وعازم على بذل قصارى جهده لفتح باب الحوار البناء، ويشدد على ضرورة تبني الحوار المباشر والنوايا الحسنة ونبذ العنف كسبيل لنزع فتيل التوتر، ويكون حجر الأساس في إنهاء ذلك الانطباع بأن منطقتنا منطقة أزمات، لتكون منطقة تكامل وتفاهم تتبادل فيها شعوبنا الموارد والمعرفة والخبرة والتكنولوجيا، وكل ذلك من أجل مستقبل عنوانه السلام والتعاون والرفاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.